أشعر بالبرد جدا، إنها تمطر. توقف، إذا لم تستطع الوصول إلى الزر فلا يمكنك الدخول، لا مشكلة. انظر. واو، لدي أرجل طويلة حقا. واو، ادخل إذن. توقفي، هناك قاعدة واحدة فقط، المسي الزر إذا أردت الدخول. لا يمكنك الوصول إليه. دعيني أفعلها بدلاً عنك. الآن انظري، وصلت للارتفاع، سندخل الآن. لا تسرعا، أنتما مختلتان، وداعاً. حسناً عزيزتي، يمكننا فعل شيء بخصوص ذلك. لكن رائحتي نتنة، فقط انظري إلي. ما رأيك لو قمنا لك بعض التغييرات المبهرة؟ نم 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 نم، لذيذ. أولا انظري إليك، مغطى بالقمامة بالكامل. أوتش، قمامة. لكنني شائعة جدا. ماذا عن هذا؟ أتريدينها؟ تعالي اتبعيني. نعم هكذا، ادخلي. أها، انظري إليك. واو، شعري جميل جدا. وما زلنا لم ننتهي بعد. ها، هل هذا مبيد حشري؟ بالطبع لا، ضفيرة جميلة. قمنا بصبغ شعرها باللون الوردي، تماما مثل شعري. ما هذا؟ سأتذوقه. أولا، سقطت قنبلة الاستحمام. اشطفيها. أولا، هذا فيضان. ماذا حدث؟ أوه، وجدتها، سأستخدم ذراعي الطويلة لذلك. سأغوص. ماذا؟ شطيرة. هل يمكنني أخذها؟ انظري إلى اللمعان، لدي فكرة، يمكننا استخدام ذلك كمكياج للعيون. انتظري وسوف ترين. الحواجب غريزة. اصبري، لم أنتهي بعد. لنقم بتقليمها باستخدام مقص العشب الكهربائي. واو، أعجبتني، أنا جميلة جدا، تماما كأمي. ما الذي حدث؟ أوه، أنت مصابة. لا، انظري لملابسي. حسناً، أولاً لنستخدم هذه الحقيبة المجمدة من الخضروات لتساعدك على الشعور بتحسن. الآن دعيني أقوم بشيء ما لك. واو، وصلت ذراعها إلى أبعد الحدود. أيها النادل، هل من أحد هنا؟ إنها تحاول الوصول إلى منديل الطاولة. خدمة فظيعة. وها هو منديل بخملي وردي، لنقم بقصه. واو، ارتديه، لم ننتهي بعد. وها هي الأم تفعلها مجددا. أوه، هذا محرج. أخيرا حزام براق، ها هو، تبدين رائعة. هذا جميل جدا. أوه، اللون الوردي، اللون الذي أحتاجه. هل من أحد هنا؟ حسنا، سآكله. مكرونة ملونة مصنوعة يدويا. نم 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 نم. مرحبا. ها؟ أولا، تم كشفي. ما هذا؟ لقد اختفى. ما
مكياجي، هل هذا هو؟ لكن لا تقلقي، سنقوم بشيء ممتع. لنرتدي هذا. والآن هذا الوعاء من الأقراص الوردية، لنذيبه، نصبه. الآن لدينا أحمر شفاه وقالب قمنا بصنعه بأنفسنا، لنجربه عليك. واو، انظري، جميلة جدا. لذيذ. هل أكلته؟ جربيه، إنه أحمر شفاه قابل للأكل. لذيذ. انظروا لتلك الأقدام المتسخة. أو لا، غير معقول. آسفة، لنصلح هذا. إليك هذه الأحذية، ارتديها بينما أمد ذراعي طويلتين. وأبرق الري هذا. ها؟ هل هذا سبرايت؟ حسناً، ليس من الغريب أن النباتات هنا تبدو قوية. نجرب على أي حال. لنصب بعض السبرايت في هذين الحذائين الورديان الجميلان. الآن ارتديهما. اغمسي تلك الأقدام المتسخة. نضف صابون الأرجل الطويلة. واو، الكثير من البقعات، وتحولت ساقاي إلى اللون الوردي. ياي، هذا مذهل. سعيدة أنه أعجبك. الزحليقة تتحرك كثيرا. تبدو عالية وخطيرة أيضا. أيتها الأم، ساعديها، أمسكي بها سريعا. أولا، لقد فات الأوان. مرحبا يا أمي، أنا بأتم العافية. هذا جيد، لكن يختبئ هناك؟ إنه باوزر. أتعتقدان أنكما في مأمن الآن؟ إنها تمطر شظايا، سيقوم هذا الفتر بالتعامل معه. هل هذا باوزر؟ نعم بالطبع. لدي شظية في قدمي. خذي هذا، اهدئي الآن. وبالطبع سأخرج الشظية. أها، الآن ارتدي هذه الأحذية. لا، أريد هذه الأحذية البراقة يا أمي. ماذا لو حولتها بنفسك؟ لنلون الحذاء، ثم نرش بعض اللمعان الوردي البراق. أليس ذلك جميلاً؟ ما رأيك؟ لنراه على قدميك. ارتدي زوجاً من القفازات الوردية أيضاً. تقريباً اكتمل التغيير. انتهينا من كل شيء. حسناً، سأجلس قليلاً. افتحي عينيك الآن، انظري حولك. واو، هل هذه غرفتي؟ هو نعم، إنها كذلك. شكرا لك يا أمي. حسنا، حان وقت الرحيل. انتظري، من فضلك لا تتركيني، من فضلك ابقي معي. لماذا لا؟ ارقصي معي. الأم تتسلل إلى الخارج. تيشيرت مبدع من صنعي. لا، هناك طريقة أفضل لعمل ذلك باستخدام طلاء الأكريليك. لنبدأ بفستان جديد وختم بصمة اليد. الآن نلون الخيط بأي لون نريده. أنا أحب اللون الأحمر. الآن نختم الفستان ونستخدم ألوانا مختلفة أيضا. هل أنت مستعدة لارتدائه؟ نعم، إنه كذلك. دعني أختم قميصك ببصمة يدي أيضاً. لا 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 لا. ما هذا الصوت؟ وحش.
يا عزيزتي، أنا هنا لنشعل الضوء. أوه، تعالي إلى هنا. هناك وحش تحت سريري. لنرى. ربما ذهب للخزانة. لقد ذهب. أوه، ما زلت خائفة، أليس كذلك؟ أوه، ماذا لو؟ صنعت لك صديقاً صغيراً. ياي! ليلة سعيدة الآن. العبي معي. العب مع صديقي. لست وحيدة بعد الآن. سأخذ أشيائي. انظر، لنفعل شيئاً بحذائها. لا تخبروا أحداً أنني أفعل هذا، أني متنمر. شاهدوا الآن. أيها المتنمران، ماذا حدث هنا؟ حقيبتي اتسخت. حسناً، دعينا نعود بالزمن إلى الوراء عندما كانت الحقيبة لا تزال نظيفة، ودعونا نضع سلسلة مفاتيح تشبهني لحماية إضافية. زميلتنا المفضلة، تناولي بعض الحلويات. ألقنهما درساً. مرحباً. هنا أين تعتقدان أنكما ذاهبان؟ تعالا إلى هنا، أنتما الاثنان، اختارا شخصاً بعمركما في المرة القادمة، أو الأفضل، توقفا عن التنمر تماماً. مجدداً. واو، أصبت الإطار والمزهرية وأبي. هذا مؤلم. إصابة دقيقة للهدف. لا يمكنك اللعب بهذا بعد الآن. أوهو، ماذا لو لعبنا الغميضة؟ أنا سأختبئ. لقد اختفت. جاهزة الآن؟ حسناً، أين يمكن أن تكون؟ لا يمكنه أن يجدني هنا. وأنت هنا. الآن أغمضي عينيك. مستعد؟ أوه، هذا سهل. أنت هنا. لا تخبروها. هيا هيا لنحفر. لا يمكننا السماح لها باللعب طوال اليوم. أعطني هذا. العبي بهذا، هذا سيجعلك قوية. واو، هذا ثقيل جدا. هذا ليس للأطفال، لنعطيها كرة. ياي. إنه خطأي. هنا، أتعرف ماذا؟ سنقوم بعمل حبل لها. هذا سوف يجعلها تتحرك. اقفزي، اقفزي، هيا. واو، رائع. هل هذا المقص حاد؟ ها؟ لا، نجرب على شعرك. يمكنه قص أي شيء. أعطني إياه. خذي هذا. لدي فكرة. باستخدام المقص والورق الملون يمكننا عمل القصاصات وارتداؤها. لن يعرف أحد أننا نحن. إنه نحن. لا، أنت تأكلين الشوكولاتة مجدداً. أكلتها كلها. تعالي، ننظفك. ثم ماذا؟ ننظف أسنانك. انتهيت. ليس بعد، عودي إلى هنا. هذه المرة
افعليها بشكل صحيح. استخدمي معجون الأسنان، فقط ضعي القليل على فرشاة أسنانك. هذا سهل. لا، يمكنني تنظيف وجهك. الآن لنعد للعمل. اغسلي أسنانك حتى ينفذ العداد. حسناً. بعد ساعتين. هذا ما أتحدث عنه. ياي، سأحضر المزيد من الحلوى. إنها ملكي. الآن دعينا نرى. أنا أعرف، سأنفخ هذا البالون. ياي، أمي، هل يمكنك الانحناء هكذا؟ بالتأكيد. المزيد من الانحناء. أنتِ! ياي! الآن هذا كله لي! يم! ليس بعد الآن! رائع! إنه المفضل لدي! هذا ليس عدلاً! بلي! بلي! نشاهد فيلماً مخيفاً! ونتناول بعض الفشار. لقد الفشار. لا. لا. أها. هو. أين الفشار؟ إنها فارغة. لذيذ. لا، هذا ليس عدلا. هذا أفضل. الآن لنعود للمشاهدة. هيا لنلعب ونرى من سيفوز. أنا سأفوز. كسر إطار الصورة. إنه خطأك. كيف يمكن هذا؟ خطأ من برأيكم؟ إنه خطأك. لا، توقفا. لقد صنعت شكل أمي من البالونات. ياي، انظرا. أنا فخورة جدا بها. طفلة عظيمة. طفلتنا. إنهما يتعانقون. رائع. لنقوم بمقلب. نضع بالون ماء علبة الكيك، وثم النوتيلا وبعض الرشاق. هيا بنا. انظروا لهذا الكيك. سأكلها. ماذا؟ كان مقلبا. أنا غاضبة. لننتقم. نلصق بالونا بالحائط ودبوسا على الباب. لننتظر ونشاهد. مرحبا. أمي، حقا؟ مضحك جدا. هو صغيرتي. أمي، من ألقى هذه القنبلة المتينة؟ سأقف هنا وأمد ذراعي لأعطيها المنديل. ياي. معطر الجو للإنقاذ. صلصال لطيف. سأرشه في كل مكان.
رائحته ذكية. جيد، لنساعد الأب. استيقظ يا عزيزي. هذه اللعبة ممتعة. ماذا يفعل أبي؟ أبي! لا تختلس النظر. سأخذ العلكة وأمد يدي وضعه على عينيها. أمي! انظري لهذا! أبي وضعها على عيني! هذا لئيم! مهلاً! سأمد ذراعي من تحت الباب وأمسك بساقه. أنا خارج من هنا! نجحت المهمة! أحب تعدد المهام! نعم، مرحباً! الغسيل جاهز! الإفطار! لا أحب العصيدة! ألعب بها! غير ممتع! هل هذه ملعقة من العصيدة؟ صغيرتي، هل رميتها؟ نعم! يا إلهي! حسناً إذاً! بيدي الطويلة! سأقطع بعض الفواكه! هذا بسهولة! صحن الفاكهة جاهز! تفضلي يا حبيبتي! تعال الآن! ملابس ممزقة! لا! طفلتي المسكينة! لدي ملابس وردية! ولدي ملابس زرقاء! أين يجب أن أرتدي؟ الوردي بالطبع! لا! أزرق! إنه يناسبها! هذه القبعة! وشاق أزرق! لا! هذا رائع! الآن هناك توازن بين اللونين الوردي والأزرق! هذا صحيح! أوبس! لقد دست على دميتي وكسرتها! سأصلحها! بالشريط اللاصق! انتهيت! تبدو رائعة! تفضلي يا عزيزتي! لا! أنت لم تصلحها! بل جعلتها أسوأ! زجاجة مشروب غازي! أنا أعرف! لقد حولتها إلى هاجي واجي! خذي يا صغيرتي! عجبتني! يقص كل الفاكهة! وهذه أيضاً! كفى لعباً! غرفتك فوضوية! وجدتها! جهاز التقدم السحري! فقط نضغط وينظف! رائع! دعيني أجرب! يصلح اللوحة! والرف! السريرة أيضاً! واو! مرحباً! ما هذا؟ مرحباً! لا! لقد
لقد أخفيت سرواني. تبدو مريضة. لنتحقق. أوج، رأسها يحترق. وجدتها. يجب أن يساعد هذا الدواء. حسناً يا صغيرتي. لا. أوه. لنستخدم هذا. نضع الحبوب في الخلاط. ومن ثم نخلط. مهلاً. ماذا تفعل؟ هذا ليس صائباً. أها. سأمد يدي. وأحضر صندوق الثلج. نعم. مع مارشميلو مثلج. سنستخدمه لخفض حرارتها. حسناً. هذا سهل. أوه. 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 هجوم. هجوم. لتبدأ المعركة. أوه. هروب. أوه. 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 أوتش. لقد انتقلت من الطاولة. أوه. دماء. ماذا حدث؟ أوه. إنها تتألم. نعم. نضع الضمادة هنا. الآن سوف تشفى الكدمة. أفضل، أليس كذلك؟ هذه الحافة الحادة. سنضع هذه على الحواف. أنت الأفضل. أوه. نعم، أنا أفوز. يو. لا، بل أنا سأفوز. يو. إليك الضربة القاضية. أنا البطل. ياي. لعبة غبية. أنا هنا لمسح دموعك. خذي مصاصة. وهذا. سأفوز مجددا. كلا، لن تفوز. مرحبا عزيزي. توقفي عن معانقتي. بطلتي الصغيرة. أوه، هذا غير عادل. شطيرة. شرائح تفاح، بعض الفاكهة، وأخيرا حليب. ستحبه. هذه ليست طريقة لإعداد الفطار. لكن تحققوا من هذا. كوب للحبوب. نضعها في الجزء العلوي. نغلق الغطاء. ثم الحليب داخل الكوب. وانتهينا. رائع. الآن يمكنني إعداد وجبة الإفطار بنفسي. لذيذ. مهلا أبي. خذ فطارك. امسك. هل هناك حبوب عالقة في وجهي؟ أنا أجيد هذا. شطيرة. سأخذها. فقط سأمد يدي. حصلت عليها أخيرا. هذه مصاصة. ماذا يحدث هنا؟ لقد دمرت مصاصتها. ماذا الآن؟ أوه. لنصنع بعض الحلوى. نحضر القالب ونضع العصية فيه، ثم نسكب الحلوى السائلة. إنها جاهزة. تبدو شهية. لقد صنعت الحلوى بشكلين. لطيفة جدا. أفضل حلوى على الإطلاق. شكرا يا صغيرتي. أحب تزيين المرآة بالبخار. لا تأكلي هذا. لا. مقزز. انظري لهذه اللعبة الإسفنجية. العبي بها بدلا من ذلك. هذا ممتع أيضا.
نظيفة جدا وإسفنجية. خذي. نوبة بثور الأنف. لا مزيد من اللعب بالمخاط. ماذا يجد في الأخبار اليوم؟ أمي، نالي تمزق. أو لا. عزيزي، أعطني ذلك. هو؟ لماذا؟ قبعة الرأس، أحتاجها. تعالي إلى هنا حبيبتي، لنضع هذا على النعل. حسناً. أوتش. لا، أحتاج لفكرة أفضل. نعم، لنأخذ كل الحشو من هذه اللعبة. انظري، نعل جديد وجميل. إنها مريحة للغاية. ياي. لكن ماذا عن لعبتي؟ في الواقع لا أعرف. أوه، لدي الحل. انظري، رجعت كما كانت. ياي، أحب اللعبة بدمية باربي. أولا، ماذا حدث؟ لقد أسقطت الدمية. أوه، أعتقد أنه يمكنني مساعدتك. تستخدم الأم ذراعيها الطويلتين لجلب الدمية، لكنها تبدو متسخة. حسناً، لدي فكرة. حان الوقت لإضفاء لمسة لباربي. لنعلق بعض الأرجل الطويلة والأذرع الطويلة. الآن ستبدو كالأم. نصبغ شعرها باللون الوردي ونلبسها فستاناً جميلاً كهذا. ما رأيك في باربي يا حبيبتي؟ إنها تشبهك يا أمي. هيا بنا لنلعب. مجدداً. ماذا الآن؟ الدمية بنفسها. بالطبع، فإنها مصنوعة بأيدي الأم. هناك شخص ما في الخزانة. ما حدث؟ هنالك وحش. لنجهزك. أنت هنا في مأمن من أي وحوش الآن. حاربني. لا تؤذني. لقد نلت منك الآن. لا، لا من فضلك. ما هذا؟ كان يختبئ في الخزانة. اخرج في الحال. أنا هنا فقط لأقدم لك هدية. قرد. هيا، دعيني أغطيك. لم ننتهي منك بعد. الحلوى. ماذا تفعلين؟ ألا تعلمين أنه يمكن أن تتأذي هكذا؟ أنا آسفة، سأذهب للجلوس على الأريكة. صغيرتي، ماذا هناك؟ أعتقد أن لدي فكرة رائعة. تعالي معي، سنصنع لك ذراعاً طويلة. شاهدي. جربي أنت الآن. نجحت. الآن يمكنها الاستمتاع بهذه الحلوى بأمان.
نستحم. ماذا حدث؟ انظرا للحمام، إنه متسخ حقا. سأقوم بتنظيفه. لنبدأ. كل الأيدي لتنظيف الحمام. انتهيت. أصبح متسخا أكثر. أوه، لقد نسيت أن لدي هذا. فقط نشغل المياه وسيصبح كل شيء نظيفا في وقت قصير. لقد أخبرتكم، مبهر جدا. سأستحمه الآن. كفك. حسنا حسنا يا صغيرتي، لنغسل شعرك. نحتاج إلى الشامبو. أغلقي عينيك. هذا يؤلم. ما كل هذا الصراخ؟ أخرج. حسنا الآن لنستخدم قناع الغطس لحماية عينيك. رائع. شخص ما يتصل، انتظري لحظة. أهلا. نعم بالتأكيد. أو حقا؟ ما زلت بحاجة لغسل شعرها. أو لا، لقد أكلت الكثير من الشوكولاتة. صغيرتي، من أين أتيت بكل هذه الحلوى؟ ماذا نفعل الآن؟ حسنا، دعني أجرب شيئا. أوه نعم، قوة الليزر. أتعتقدان أنكما تستطيعان محاربتي؟ أشعر بتحسن. ياي، رائع. ولكن هناك شيء آخر علينا القيام به. أوه، لقد صنع تقويما لأجل الحلوى. المزيد من الحلوى. حسنا فكرة مذهلة. هل نأكل نحن؟ أجل. نم 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 نم. أريد بعض الخيار. نعم، وأنا أيضا. أو لا، يجب أن أنقذه. كان من الممكن أن تفقد إصبعك. يا إلهي، لم أنتبه. شكرا لك يا عزيزتي. لدي فكرة رائعة. مجموعة ألعاب من الفواكه والخضروات. هذا لطيف. أعطني قطعة. اهدأ، إنه سكين مزيف. نتركها تنام. لا، ابقي. حسنا، لنذهب الآن. لا تتركاني. أودا. أنا أعرف. ماذا عن وسالة الذراع طويلة؟ ستذكرك بي. أعجبتني. حسنا، أخيرا. هيا بنا. أتشو. أو لا، أنا مريض أيضا. اذهب إلى السرير إذن. سأنضم إليك الآن. الآن كلاهما مريض. مرحبا أعزائنا المتابعين، ألم يكن ذلك ممتعا للغاية؟ ما رأيكم في هذا الفيديو؟ هل لديكم أفكار خاصة بكم؟ إذن شاركونا إياها في التعليقات أدناه. وإذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب
والاشتراك في قناتنا. تراقبوا المزيد ونراكم قريباً.